بيسعدنا ويشرفنا على نغم اف ام دكتور عبد الله المغيزي استاذ القانون الدستوري. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بكل الساده المستمعين. برحب بحضرتك يا دكتور. معك احمد يعوب. والحقيقه طبعا النهارده في اليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسيه والاستحقاق الانتخابي الاهم في تاريخ مصر. والحقيقه طبعا كان في بيان مهم للهيئه الوطنيه للانتخابات امس بيتكلم على نسبه التصويت 45%، وطبعا من اجمالي عدد المقيدين في قاعده بيانات الناخبين اللي هي 67 مليون مواطن مصري فوق سن ال 18 يحق لهم الانتخاب والادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه الحاليه. طبعا النهارده هو اليوم الثالث والاخير، والتصويت ممتد حتى 9 مساء بتوقيت القاهره، وفي حاله اقبال غير مسبوقه على التصويت، وفي كثافه تصويت استدعت من الهيئه الوطنيه للانتخابات ان هي تمد لجان الاقتراع بمزيد من صناديق الاقتراع. وطبعا يعني تعليق حضرتك على نسبة التصويت غير المسبوقة وتوقعاتنا. احنا بنتكلم على 45% اليومين الاولانيين للتصويت اللي هو الحد والاثنين، النهاردة اليوم الاخير، توقعات حضرتك لنسبة التصويت والاسباب كثافة التصويت والاقبال على التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي الاهم. يعني في البداية حابب ان انا اؤكد على امر هام جدا، ان الدولة الوطنية المصرية سعت جاهدة بكل ما تملك من مؤسسات وعلى رأسها طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات التسهيل على المصريين في الداخل وفي الخارج. شفنا الاقبال غير المسبوق للمصريين في الخارج وتحديات اللي كانت بتواجههم، سواء كانت في البلاد المتسعة زي الولايات المتحدة الامريكية، روسيا، الصين، المملكة العربية السعودية، ورغم ذلك واجهوا كل هذه التحديات ونجحوا ان هم يعني يكونوا واجهة مشرفة لمصر للانتخابات في الخارج. لما بدأ المنظمات الدولية والمراسلين الأجانب يعملوا متابعة للانتخابات وشافوا الحمد لله الازدحام الشديد أمام اللجان الانتخابية، هم نفسهم طلبوا الهيئة الوطنية للانتخابات بزيادة عدد اللجان، وهو ما تم الاستجابة ليه. بعد ما كنا 10,000 لجنة بنتحدث عن أكثر من 11,631 لجنة. تمام. عشان نقدر نواجه طبعا الأعداد الكبيرة، لأن احنا زي ما سعادتك قلت 67 مليون ناخب مقيدين في جدول الانتخابات. تمام. لما نتكلم على 45% في اليوم الأول حضور، ده معناه ان المؤشرات بيقول ان احنا غالبا هنبقى من 55% الى 75% ان شاء الله، ده توقعاتي. تمام. بعد انتهاء الفرز من اليوم الثالث، وزي ما سعادتك قلت اذا احنا مفترض من 9 صباحا الى 9 مساء يوميا. تمام. الى ان اليوم الاخير لو في اعداد كبيره في محيط اللجنه يحق للهيئه الوطنيه للانتخابات ان هي تمد الى ساعة اخرى او ساعتين اخرين، على اساس ان يواجه الاعداد الكبيرة اللي موجودة. عشان كده التحديات اللي واجهت الدولة المصرية خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الامن القومي المصري والمشروعات الكبيرة اللي اتعملت للمصريين خصوصا حياة كريمة. تمام. ومشروع المليون صحة وغيرها من المشروعات اللي خلت نشوف فئات جديدة ما كناش بنشوفها قبل كده أمام اللجان الانتخابية. صحيح. لأن لمستهم الدولة المصرية بمشروعات يعني حياة كريمة، ده لأول مرة في القرى يدخل مية، كهرباء، غاز، سجل مدني، يعني كل ما يتعلق بالنواحي دي. فبالتالي الفئات دي شعرت ان هي موجودة على اجندة الدولة المصرية. فجزء منهم بيعتبر ده نوع من انواع الرد الجميل للدولة المصرية ورفع مستوى الوعي. الحقيقة يعني بيعكس كمان طبعا الوعي الجمعي زاد جدا جدا جدا. صحيح. جدا، لان ما يحاك حوالين الدولة المصرية اعتقد ان يعني الكل المصريين ده عهدنا بيهم تملي، ان دائما عندما تراهن الدولة المصرية على شعبها في الامتحانات الكبيرة اللي بتواجه الدولة المصرية، أعتقد أن الشعب المصري دائما ما بيكون عند رهان دولته المصرية الوطنية. وهو ده فعلا ان احنا بنتمناه دايما، ان احنا كمواطنين مصريين نعمل اللي علينا اتجاه بلدنا، وده يعني حق صغير جدا في الحقيقة.
ده حقيقي، ده حقيقي. احنا يعني كل المصريين، انا بقول لحضرتك تملي كان بيبقى فيه طبقات معينه، ناس معينه احنا بنشوفها طبيعي امام اللجان في ايام الانتخابات، لكن المره دي انا بعتبر نجاح الدوله المصريه في ان هي تكون عند عهدها امام مواطنيها، وثانيا احنا شفنا التلاحم الكبير ما بين المواطنين المصريين وبين دولته الوطنيه وقيادته السياسيه، لما اتكلمنا على قضيه فلسطين واتكلمنا على الحرب في غزه، شفنا لاول مره النقطتين الرئيسيتين اللي اتكلمنا عنهم وهو القضيه الفلسطينيه والامن القومي المصري، شعبيا ورسميا الموقف موحد. واعتقد ان ده كان احد الاسباب الرئيسيه او المحرك الرئيسي لنزول كل طبقات المجتمع، وشفنا ده من أبناء شعبنا بمختلف طبقاتهم بيتحدثوا على أن كان لابد من النزول في هذه الفترة، لأن دي رسالة للعالم كله أن مصر حكومة وشعب وقيادة سياسية، الجميع على قلب رجل واحد إذا ما مس الأمر الأمن القومي المصري. صحيح. ودايما كده راية مصر عالية لفوق قدام العالم كله إن شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك جدا على مداخلتك معنا على نغمة فأما، دكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. باي باي.